بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم النهارده فيديو جديد عشان نتكلم عن اسرار الفجل. الفجل طبعا له اسرار كتيره جدا. النهارده في حلقتنا هنكشف اسرار الفجل وفوائده وما يحتويه من فيتامينات ومعادن مفيده جدا للجسم، وايضا هنتكلم في اخر فقره عن فوائد الفجل. الفجل بيحتوي على فيتامينات كتيره جدا، من اهمها فيتامين A. فيتامين A مفيد للبصر والمناعه المخاطيه. فيتامين B مفيد للاعصاب والتوازن وانتاج الطاقه. في فيتامين سي بيرفع المناعة ووقاية من السرطان. في حمض الفوليك اللي وقاية من سرطانات زي سرطان القولون وسرطان الرئة. يحتوي الفجل برضو الفجل على معادن كتيرة جدا، من أهمها الكبريت. الكبريت مفيد للجلد والشعر والغضاريف، وبيعمل على إخراج المواد الضارة من الجسم. في اليود، اليود بيساعد على نمو الجسم والعقل والعضلات، وأيضا الجلد والأظافر والأسنان. والأهم من كده كمان إنه بينتج هرمون الغدة الدرقية المسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. وأيضا اليود من الحاجات الحارقة للدهون. في حديد، الحديد دعم طبعا بيعمل على تزويد الخلايا بالأكسجين، وأيضا وقاية من فقر الدم. الكالسيوم مفيد للعظام والأسنان. المغنيسيوم بيرفع كفاءة الجهاز العصبي وموسع للشعب الهوائية، وايضا بيمنع الجلطات. في النحاس، النحاس طبعا ضروري لنمو العقل وبينتج كرات الدم الحمراء. كل اللي احنا ذكرناه ده موجود في الفجل، سواء الفيتامينات او المعادن اللي ذكرناها زي الكبريت او اليود او الحديد او الكالسيوم او المغنيسيوم او النحاس. هنيجي على اخر فقره هنتكلم فيها عن فوائد الفجل. الفجل طبعا مفيد لصحه العظام والاسنان لاحتوائه على نسبه كبيره من الكالسيوم. الفجل فاتح للشهية قوي، مفيد جدا وبيساعد على عملية الهضم. الفجل مقوي للشعر بشكل يمكن حضراتكم ما تتخيلوش. الفجل وقاية من مرض السرطانات. الفجل بيدخل في علاج مرض النقرس.